بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي. سوف نتعرف اليوم من خلال مراجعتنا للفصل الثامن على المواضيع الآتية: الجمع بالعد التصاعدي، والجمع باستعمال خط الأعداد، والطرح بالعد التنازلي. سأكون معكم أنا الأستاذ ماجد العسيري في مراجعة هذا الفصل الثامن، ولنبدأ سويا بالدرس الأول. الدرس الأول وهو بعنوان الجمع بالعد التصاعدي، وهذا الدرس موجود في كتابك المدرسي في صفحة رقم 38، ويمكن لولي أمر الاطلاع من خلال الرابط الرقمي الموجود أمامك. ونبدأ بالتدريبات سويا. التدريب الأول: استعمل قطعة المكعب وأبدأ بالعدد الأكبر، ثم أعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع. سوف نقوم بعملية جمع، وسوف نستعين بالمكعبات من أجل إتمام عملية الجمع. وكما تشاهد، لقد ذكر لنا في هذا التدريب أن نبدأ بالعدد الأكبر. ما هو العدد الأكبر أمامك؟ ما هو العدد الأكبر؟ هيا، أحسنت، بالفعل إنه الرقم 5، إنه الرقم 5. إذن هو العدد الأكبر، هو العدد الأكبر. يريد منا أن نضيف إليه 3، فلنجرب ذلك من خلال المكعبات. إذن 1 أضفنا إلى الرقم 5 وأصبح الناتج 6. نضيف بالمكعب الآخر كما تشاهد، هذا المكعب الآخر، أضفنا هذا وأصبح الناتج كما تشاهد 6، ونضيف هنا أيضا ونرى الناتج أيضا 7. وعندما نضيف القطعة الثالثة من المكعبات تجد أن الناتج أصبح 8 كما تشاهد. إذن 5 زائدا 3 تساوي، أحسنتم، الرقم 8. بالفعل هذا هو ناتج عملية الجمع الذي بدأنا به بالعدد الأكبر، ثم بدأنا بالعد تصاعديا 6 7 8، وهو الرقم المطلوب، حيث أننا أضفنا فقط 3 قطع من المكعبات وهي تمثل الرقم 3 في جملة الجمع التي أصبح ناتجها الرقم 8. أحسنتم. ننتقل بعد ذلك إلى التدريب الآخر. كما تشاهدون، أستعمل المكعب وأبدأ بالعدد الأكبر، ثم أعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع. ما هو العدد الأكبر؟ هيا فلننظر جيدا. أحسنتم، إنه الرقم 6. بالفعل العدد الأكبر هو الرقم 6. سوف نضيف إليه 3 مكعبات ونبدأ بالعد بالتوالي. نضيف إليه المكعب الأول فيصبح الناتج 7. بالفعل أحسنت. ونضيف إليه المكعب الثاني ويصبح الناتج 8. أحسنتم. ونضيف إليه المكعب الثالث فيصبح الناتج 9. بالفعل 3 زائد 6 تساوي 9. أحسنتم أيها الأبطال، لقد عملنا بأننا اخترنا العدد الأكبر، ثم بدأنا بالعد تصاعديا 7، ثم أضفنا قطعة أخرى 8، ثم أضفنا قطعة أخرى 9، لأن في هذا السؤال كما تشاهد عزيز الطالب 6 زائد 3، طلب منا أن نضيف إليه 3،
فقط. ومن أجل ذلك أتينا بكم عدد المكعبات؟ أحسنتم، بثلاث مكعبات، هذا المكعب الأول وهذا المكعب الثاني وهذا المكعب الثالث. بالفعل لقد أتينا بثلاث مكعبات، لأن جملة الجمع 6 زائدا 3 وأصبح الناتج كما تشاهدون وهو العدد 9. ننتقل بعد ذلك إلى التدريب الآخر، استعمل المكعب وابدأ بالعدد الأكبر ثم أعده صاعديا لأجد ناتج الجمع. ما هو الرقم الذي يريد أن نبدأ به ثم نعد صاعديا؟ فلنرى سويا، 6 زائد 3، انظر 9 هو العدد الأكبر. سوف نبدأ بهذا العدد الأكبر دائما في الجمع من أجل أن يكون الجمع لدينا صحيحا، وهناك سهولة نتمكن أعزائي الطلاب من خلال عملية الجمع. 9 زائد 3، انظر 1 أصبح 10، نضيف مكعب آخر أصبح 11، نضيف مكعب آخر أصبح الناتج 12. إذن بالفعل 9 زائد 3 تساوي 12 كما تشاهدون. لقد حددنا هذا العدد الأكبر ثم أضفنا 3، يريد أن نضيف 3، وبالتالي أضفنا هذه المكعبات، هذا المكعب الأول والمكعب الثاني والمكعب الثالث، فأصبح الناتج 12. ونذهب إلى التالي وهو 3 زائد 8. ماذا سنعمل عزيزي الطالب؟ ماذا سنعمل؟ هيا يا أحبابي ماذا سنعمل؟ بالفعل سوف نبدأ بالعدد الأكبر. وما هو العدد الأكبر؟ إنه الرقم 8، إنه الرقم 8. سوف نضيف إليه 3 مكعبات حتى نبدأ بالعد تصاعديا 3 مرات، لأن جملة الجمع 3 زائد 8، وسوف نبدأ بالعدد الأكبر وهو 8. فمن أجل ذلك سوف نضيف 3 مكعبات، 8 المكعب الأول أضفناه أصبح 9، نضيف مكعب آخر فيصبح الناتج 10، وسنضيف مكعب ثالث وسوف يمنحني النتيجة النهائية. أحسنتم، 11. بالفعل الناتج هو 11، الناتج هو 11، ونحن في هاتين الجملتين للجمع كل ما عملناه أننا حددنا العدد الأكبر ثم بدأنا بالعد تصاعديا باستعمال نموذج المكعبات. فبالمسألة الأولى 9 زائد 3 تساوي 12، كيف أتينا بها؟ لقد قمنا بالعد التصاعدي من خلال المكعبات، فحددنا العدد الأكبر 9 ونضيف 3 مكعبات، فالمكعب الأول أصبح الرقم لدي 10، وفي المكعب الثاني أصبح العدد لي 11، وفي المكعب الثالث أصبح ناتج الجمع يساوي 12 كما تشاهدون. وهذا ما عملناه أيضا مع 3 زائد 8 تساوي 11، ف8 زائدا 3 8، نضيف لها مكعب الأول فأصبح 9 مكعبا آخر وأصبح الرقم 10، والمكعب الثالث فأصبح ناتج الجمع يساوي 11. إنكم رائعون، شكرا لكم لمشاركتي في هذا التدريب. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب والطالبات إلى درس الجمع باستعمال خط الأعداد، وهذا الدرس في كتابك المدرسي في صفحة 40. سوف نراجعه سويا، ويمكن لولي الأمر التصفح لهذا الدرس من خلال الرابط الموجود أمامك. التدريب الأول، استعمل خط الأعداد، استعمل خط الأعداد
لأجد ناتج الجمع. خط الأعداد أمامك باللون الأخضر، يبدأ بالرقم 0 وانتهى بالرقم 12 كما تشاهد. 8 + 3، ماذا سأعمل؟ ماذا سأعمل؟ أحسنت، سوف أبدأ بالرقم 8. أين الرقم 8 على خط الأعداد؟ هذا الرقم 8، أحسنتم. سوف أضيف إليه 3 أعداد، كم سيصبح الناتج؟ فلنبدأ سويا وكيف نستعمل خط الأعداد. هيا، 1 أصبح الرقم 9، 2 أصبح الرقم 10، 3 وأصبح الرقم كم يا أبطال؟ بالفعل أصبح الرقم 11، أصبح الرقم 11. لقد قمنا بعملية الجمع على خط الأعداد وأصبح الناتج 11، وبالتالي نكتب في الفراغ كما تشاهد عزيزي الطالب 11، وهو ناتج الجمع، وكان خط الأعداد معينا لنا في إيجاد ناتج الجمع. ننتقل إلى تدريب آخر، أستعمل خط الأعداد لأجد ناتج الجمع. 1 + 4، 1 + 4، بماذا سأبدأ؟ بأي رقم؟ هيا أيها الأبطال، أحسنتم، بالرقم 4، أشكركم، بالرقم الأكبر. نضيف إليه 1 على خط الأعداد، وبالإضافة نتجه إلى، أحسنتم، الجهة الأكبر إلى اليمين، 4 + 1، الناتج أصبح، بالفعل الناتج أصبح 5، شكرا جزيلا لكم. وسوف نأخذ مسألة أخرى أيضا، وتقول هذه العملية 3 + 6، ما العدد الذي سوف أحدده على خط الأعداد؟ بالفعل العدد الأكبر، أحسنتم، وهو الرقم 6، وهو الرقم 6. وسوف أبدأ بالعد 3 أعداد، 1 أصبح الرقم 7، 2 أصبح الرقم 8. هل نضيف مرة أخرى؟ بالفعل 3 أصبح الناتج 9 كما تشاهدون أعزائي الطلاب والطالبات، وخط الأعداد كان معينا لنا في إيجاد ناتج الجمع. ننتقل إلى تدريب مع عمران، والذي لديه 6 كرات، أعطى 3 منها لأخيه ثم اشترى كرتين جديدتين. نأتي بالكور التي كانت مع عمران وهي 6 كرات، هيا فلنعدها سويا، 1 2 3 4 5 6، بالفعل 6 كرات كانت مع عمران، أعطى أخيه 3 منها، هيا فلنعطي أخ عمران 3 كرات من 6 الكرات التي أمامك، 1 2 3، بالفعل 6 ناقص 3 كم أصبح مع عمران؟ هيا فلنعد سويا، 1 2 3، تبقى مع عمران كما تشاهدون، تبقى مع عمران 1 2 3 كرات، وهذه الكرات كما تعلمون عمران أعطى أخيه، هذه الكرات جميعها أعطاها عمران لأخيه، فلم تعد له هذه الكرات، وبالتالي يصبح الناتج 3، أصبح مع عمران 3 كرات. أحس عمران أن كراته أصبحت قليلة
فذهب واشترى كرتين جديدتين. اشترى كرتين، انظر الى الكور، انظر جيدا. 3 زائد 2 يساوي 1. انظر الى الكور، 2، لقد اضفنا كرتين. كم اصبح مع عمران؟ فلنعد سويا، 1 2 3 4 5. بالفعل احسنتم، اصبح مع عمران 5 كرات. أصبح مع عمران 5 كرات بعد أن كان لديه 6 كرات وأعطى أخيه 3 منها، فبقي معه 3 كرات. ثم ذهب واشترى كرتين فأصبح ناتج ما مع عمران 5 كرات. بالفعل ننتقل إلى درس الطرح بالعد التنازلي، وهذا الدرس موجود في كتاب الطالب المدرسي في صفحة رقم 42، ويمكن لولي أمر الدخول على هذا الدرس من خلال الرابط الذي أمامك. ننتقل إلى التدريبات. استعمل المكعب وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح. شوف، نستعمل هذا المكعب ثم نبدأ بالعد تنازليا حتى نتوصل إلى ناتج هذا الطرح. 7 ناقص 1 يساوي، سوف نأتي بالمكعبات كما تشاهدون ونعدها سويا. هيا نعد هذه المكعبات سويا، 1 2 3 4 5 6 7. 7 مكعبات لدينا، ذهب منها مكعبا واحد، ذهب منها مكعب واحد. كم سيتبقى لدينا؟ أحسنتم، تبقى لدينا 6 مكعبات. إذن 7 ناقص 1 يساوي 6. 7 ناقص 1 يساوي 6. أحسنتم. ننتقل بعد ذلك إلى تدريب آخر. استعمل المكعب وأعد تنازليا لأجد ناتج الطرح. 4 ناقص 2 يساوي، نأتي بالمكعبات، 1، انظر نعدها سويا، 1 2 3 4. بالفعل 4 مكعبات موجودة لدي هنا. إذن نسجل الرقم 4. ذهب مكعب واحد فأصبح الناتج 3، ثم ذهب مكعبا آخر فأصبح الناتج 2. إذن الإجابة 4 ناقص 2 تساوي 2 كما تشاهدون. ننتقل إلى مثال آخر. في الميناء 11 قاربا، إذا غادر 3 منها فكم قاربا بقي في الميناء؟ سوف أأتي لكم بإحدى عشر قاربا أمامك. انظر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بالفعل 11 قاربا غادر منها 3 1 2 3. كم بقي لدينا؟ فلنعد سويا، كم بقي لدينا قاربا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. بالفعل 11 ناقص 3 تساوي 8 كما تشاهدون. لقد كان لدينا 11 قاربا، غادر 3 منها، فبقي في الميناء 8 قوارب.
وإلى هنا أعزائي الطلاب، أتممنا مراجعة دروس هذا الفصل، وتعلمنا اليوم إيجاد ناتج الجمع بالعد التصاعدي، واستعمال خط الأعداد لإيجاد ناتج الجمع، وإيجاد ناتج الطرح بالعد التنازلي. استمتعت جدا بمشاركاتكم وبحرصكم واجتهادكم. نلتقي إن شاء الله في درس آخر من دروس الرياضيات للصف الأول الابتدائي. نراكم دوما على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.